السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني على قناتكم هورور بلاير. في هذه الحلقة الجديدة عندنا شرح طريقة إضافة آخر تحديث لأوبشن فايل باتشيب تي الفيرسيون 5.1 للعبة بيس 2018. فهذا أحدث أوبشن فايل وبه العديد من التحديثات مثل تحديث آخر الانتقالات الصيفية بالإضافة إلى تحديث التشكيلات الخاصة بالأندية للموسم 2019 وتحديث المدربين، وهناك أيضا تحديثات عديدة وكثيرة داخل هذا الأوبشن فايل. لكن قبل بداية الشرح لا تنسوا الضغط على لايك إذا أعجبكم هذا الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي تكون أول من يتوصل بجديد هذه القناة. والآن سوف نبدأ على بركة الله. نقوم أولا بتحميل ملف الأوبشن فايل، سوف تجدون جميع هذه الروابط أسفل الفيديو في الوصف أو الديسكريبشن. تقومون باختيار أي رابط فكلها روابط شغالة، فلا داعي لأن أشرح لكم طريقة التحميل، فطريقة التحميل سهلة جدا. بعد تحميل الملف يأتيكم ملف مضغوط هكذا بالوينرار، نقوم باستخراج الملف، نضغط عليه الزر الأيمن ثم نضغط على إكستراكت تو أو استخراج الملف. بعد ذلك يأتيكم ملف هكذا، نقوم بالضغط عليه مرتين ثم مرة أخرى، ثم سوف تجدون ملف الأوبشن فايل أو الإيديت. تقومون بنسخ هذا الملف كوبي، ثم تقومون بالذهاب إلى الدوكيمون هذا الملف، ثم إلى كونامي، ثم ملف برو إيفوليوشن سوكر 2018، ثم ملف السيف، وبعد ذلك تقومون بنسخ الملف هكذا، ثم تقومون بالضغط على رومبلاس أو استبدال الملف. بعد ذلك إخواني تقومون فقط بالدخول إلى اللعبة وسوف تجدون الأوبشن فايل شغال معكم بدون أي مشاكل. لكن كما قلت لكم فهذا الأوبشن فايل خاص بباتشيب تي الفيرسيو 5.1 وليس الباتشات الأخرى، لكي يشتغل معكم بدون أي مشاكل. وهكذا قد أنهينا الشرح، وفي النهاية لا تنسوا الضغط على لايك أو ديزلايك فهذا يعبر عن رأيكم في الأخير، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ونشر الفيديو، ودمتم في أمان الله. We'll be right back.